انت هتخليني اعيط ليه؟ لا احنا الفقرة دي هتفتح قلبك، بس ما اصل انا هقولك حاسس حاجة. بحاجة دلوقتي هضطر اسألك سؤال. لا انت بتمر بحالة نفسية سيئة؟ خلي بالك، اللي بيشوفني بيشوف الوليد شخصية قوية، ويشوف ان اللي هو مش في دماغه حد او حاجة زي كده. لكن الاحداث اللي عدت، اللي انا مريت بيها، اذا كان من انفصال او حاجه زي كده، و يا اخي امور كتيره قوي عدت عليا من زعلان يعني او تعبان يعني. في وقت الصعب في ناس بتتخلى عنك، انت حاسس كده ان في ناس اتخلت عنك في الظروف الصعبة اللي انت مريت بيها؟ في ناس كتير، في ناس كتير، في ناس كتير، وهي بتملك كل حاجة يعني. في ناس كتير تقدر تخدم، وتقدر تخليك موجود في أماكن معينة وباسمك، مش مجاملات يعني. لكن للأسف محدش مش بيخدم إلا بيشوف مصلحته فين الأول يعني. مين اللي تخلى عنك في الوسط الرياضي ومصدوم منه؟ خلي بالك برضو، انا من النوع اللي انا ما بطلبش كتير يا شادي يعني. انا بطلب مره واحده وخلاص، لو اتكسف اطلب المره التانيه. مش طلبت منه خزرك بأمان؟ لا، ما بص، اصل هي اسماء دي هتبقى يعني صعبه شويه. لكن في يعني، في والله وليد، اعلم اذا كانوا قادرين ولا لا. باختصار شغلك في الاعلام عمل لك مشاكل؟ خسرك ناس؟ ده عدم خبرة؟ كان في الأول طبعا المهمة اللي كنت عملتها خسرت ناس كتير، قلة خبرة وقلة وعي وقلة تفكير، خسرت ناس كتير للأسف. مع إن أنا لما فقت اعتذرت للناس دي، مش عشان مقابل أو عشان حاجة يعني، لكن عشان انا ما اتربيتش على كده، لكن كنت مضطر ان انا اعمل كده يعني، مضطر للاسف. اعتذارك لسيد ابو حفيظ او حازم امام وبتاع، انا بقول دايما